الصفحة 23 23 معالجة الأولى، فيها الصفحة التمرين الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، فيها خمس تمارين. نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول أحد بالأخضر رقم الأحاد، رقم العشرات، وبالأحمر عدد العشرات، عدد العشرات. ثم أدعم تعلماتي أحد بالأخضر رقم الوحدات، رقم الوحدات، ثم بالأحمر عدد الوحدات. إذن أريد أن أرتبهم: رقم الوحدات، عدد الوحدات، رقم العشرات، عدد العشرات. إذا أول شيء نراجع الكلام، هذا الكلام معناه ماذا، وما هو الدرس المقصود، وما هو أبسط تمرين يجب أن يكون عندي، يجب أن أعرفه. هناك ما يسمى exercice de base. exercice de base أو تمرين مرجعي هو أبسط تمرين يجب أن أعرفه عن هذا الموضوع. إذن التمرين ما هو؟ أبسط تمرين يتكلم عن هذا الموضوع يجب أن تكون تعرفه. أبسط تمرين رقم الوحدات عدد الوحدات، رقم العشرات عدد العشرات، هذا أول شيء. ثاني شيء نلاحظ ملاحظة أخرى: عدد الأرقام هنا اثنان، ثلاثة، ثلاثة، واحد، ثلاثة، ثلاثة. إذن أحسن مثال فيه ثلاث أرقام يتكلم عن جدول مثل هذا. مثلا هذا الجدول، هذا العدد فيه ثلاث أرقام، ونسأل هذه الأسئلة: 413، رقم الوحدات 3، عدد الوحدات 3، رقم العشرات 10، عدد العشرات 10. خطأ، تابع معي. عدد الوحدات، هذا العدد كيف نرسمه؟ هذا العدد كيف نرسمه؟ بالمربعات والأعمدة والوحدات كيف نرسمه؟ تمثيل الهندسي. بالمربعات والأعمدة والمثلثات. ليس مثلثات، مربعات صغيرة. مربعات صغيرة. كيف نرسمه؟ نعم، كيف نرسمه؟ كيف يرسم هذا العدد؟ أربعمائة وثلاثة عشر. أربعمائة وثلاثة عشر. كيف نرسمه؟ يرسم مثل هذا، هذه أعداد مرسومة، هذا يسمى التمثيل الهندسي للعدد. كيف نرسم العدد؟ نرسمه. كيف نرسم العدد؟ بالمربعات. كم مربع؟ كم؟ المربعات الكبيرة 4. نعم.
والأهميجا واحدة. واحدة. نعم. والمربعات الصغيرة ثلاثة. جيد. الآن عدد الوحدات هنا كم يساوي؟ ثلاثة. وهنا؟ واحد. هذه عشرة. عشرة. هذه عشرة. عشرة كم فيها من وحدة صغيرة؟ عشرة. 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 وهذه؟ مئة. وهذه؟ مئة. 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 كم توجد من وحدة صغيرة من هذه؟ 413. هو نفسه، لأن هذا العدد فيه 413 وحدة صغيرة. لو أفتتها كلها أفتتها من وحدات صغيرة سأجد 100 200 300 400 و10 و13. رقم العشرات هنا، هذا العدد عنده منازل، منزلة الوحدات، منزلة العشرات، منزلة المئات. رقم العشرات من هو؟ 10. لا، واحد. هو الواحد، الآحاد عشرات، الواحد. كم توجد من عشرة في هذا العدد؟ هذا العدد كم فيه من وحدة من هذه؟ كم فيه؟ واحد. لا، فيه واحد هنا وفيه عشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هنا. واحد وأربعون. فيه واحد وأربعون، تنزع الثلاثة فقط. تنزع الثلاثة فقط. تنزع الثلاثة فقط. عندما تنزع الثلاثة هذا العدد أقول 413 وحدة فيه هذا العدد. لاحظ الفكرة، هناك حيلة، هناك حيلة. ما هي؟ هناك حيلة. ما هي؟ هذا العدد 413 وحدة. نعم. خذها. 413 وحدة. ثم أخفي هذا. 41 عشرة. 41 عشرة. أعيد. 41 عشرة. 41 عشرة. وهنا 400. 400. إذا نعيد. هذا العدد كم فيه من وحدة؟ عدد الوحدات 413 وحدة. وعدد العشرات 41 عشرة. نعيد. عدد الوحدات 413 وحدة. وعدد العشرات 41 وحدة. لا، عشرة. أعيد. عدد الوحدات 413 وحدة. عدد العشرات 41 عشرة. عدد المئات 400. 400. 400. نعيد. استمع. 413 وحدة. 41 عشرة. 400. نعم. عدد الوحدات 413. عدد العشرات 41. عدد المئات 4. أعيد. عدد الوحدات، أنا أسألك وأنت تجيبني. عدد الوحدات 413 وحدة. عدد العشرات 41 عشرة. عدد المئات 400. لأن 400 100 2 3 4. معناها هذا العدد، معنى هذا العدد 413 هو هذا. لو أفتتهم لوحدات صغيرة، وحدات صغيرة، سأجد 413 وحدة صغيرة. هل توافق؟ نعم. الآن كم توجد من عمود من هذا؟ كم يوجد من عمود؟ يوجد عمود هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هنا. 41 عمود، معناها أخفي هذه. كم يوجد من عمود؟ هذه تفكت إلى عشرة، تفكت إلى عشرة، تفكت إلى عشرة. هل مفهوم هذا التمرين؟ نعم. هذا التمرين أساسي، تمرين قاعدي، إكزارسيس دو باز، سنعتمد عليه دوما. إذن 413 هناك فكرة.
413 مثال مرجعي، لا بأس، مثال مرجعي. هنا كم يوجد بالعدد؟ يوجد 56، يوجد 56، نحتفظ بهذه الأعداد 56، ويوجد هذا العدد، ويوجد هذا العدد، ويوجد هذا، ويوجد هذا، وهذا آخر عدد. إذن 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، هناك 6 أعداد في هذا التمرين بأكمله، 6 أعداد. وهناك 4 أسئلة، رقم العشرات عدد العشرات، ورقم الوحدات عدد الوحدات. ماذا سنفعل نحن؟ سنجيب عن تعميم ونطرح كل الأسئلة، سنجيب عن جميع الأعداد ونطرح جميع الأسئلة. هذه فكرتنا، نفهم هذا الجدول. عندما نفهم هذا الجدول، هذا ما هو إلا أسئلة بسيطة من هذا الجدول. هناك ملاحظة عن هذه الأعداد، ما معنى في الحقيقة ملاحظة بخصوص عدد الوحدات؟ وهي لاحظ هناك شيء سهل، رقم الوحدات سهل، أحد، عشرات، مئات، هذه خانة سهلة، ورقم العشرات سهل، أحد عشرات، هذه خانة سهلة. هناك ملاحظة عن هذه، كيف تعرفها؟ هناك طريقة أخرى، عرفنا كيف تعرفها، نحن ننوع في الطرق، كل مرة نكتشف شيء آخر وننوع الشرح. هناك شرح آخر وطريقة أخرى. لاحظ معي معنى 413، هذا 413 معناه عندما تأتي بالآلة الحاسبة وتكتب 413، عدد الوحدات تقسيم 1 نفسه، لهذا تجده نفسه. لو تقول عدد العشرات 413، كم فيها من عشرة؟ تقسم على 10 تجد 41 فاصل. لا تنظر إلى هذا، انظر إلى هذا، الجزء الصحيح يسمونه الجزء الصحيح. هذا العدد 41 هو المكتوب هنا. ولو سألوك عن عدد المئات تقسم على 100، عدد الألاف تقسم على 1000، في الحقيقة عدد السبعات تقسم على 7، عدد الثمانيات تقسم على 8، عدد التسعات تقسم على 9، عدد الوحدات تقسم على 1، عدد العشرات تقسم على 10، عدد التسعات تقسم على 9. مثلا 413 كم فيها من 6؟ تقسم على 6، فيها 68 6. إذن كلمة عدد أنك تقسم على ذلك العدد، إذا قالوا لك عدد العشرات تقسم على 10، إذا قالوا لك عدد الوحدات تقسم على 1، إذا قالوا لك عدد الخمسات تقسم على 5. الآن خطتنا ما هي؟ أتينا بجميع الأعداد الموجودة في التمرين، هذا التمرين فيه 6 أعداد، 3 هنا و3 هنا، أتينا بهم كلهم لكي نراجع مراجعة جيدة على هذه المعلومة، ستكون مراجعة جيدة. أتينا بكل عدد ولاحظنا الأسئلة، رقم العشرات عدد العشرات، رقم الوحدات عدد الوحدات، وجدنا هناك 4 أسئلة، طرحنا جميع الأسئلة على جميع الأعداد، طرحنا جميع الأسئلة على جميع الأعداد. سنملأ هذا الجدول. إذا نبدأ بملء هذا الجدول. تعال أسعد الصبورة، اقرأ هذا العدد. 413. عدد الوحدات، رقم الوحدات 3. عدد الوحدات 413.
رقم العشرات؟ واحد. عدد العشرات؟ 41. نختار عدد سهل فيه ثلاث أرقام، مثل هذا العدد. اقرأ هذا العدد. 180. رقم الوحدات؟ 0. عدد الوحدات؟ 180. رقم العشرات؟ رقم العشرات 8. عدد العشرات؟ 18. نختار عدد آخر في ثلاث أرقام. نعم، بسرعة أجب على الأسئلة هذه. رقم الوحدات 6. عدد الوحدات 306. رقم العشرات 0. عدد العشرات 30. نعم هنا. رقم الوحدات 0. عدد الوحدات 500. رقم العشرات 0. عدد العشرات 50. هنا. 176. رقم الوحدات 6. عدد الوحدات 176. رقم العشرات 7. عدد العشرات 17. الآن هناك حيلة، حذاري منها. نبدأ بهذا العدد. عدد رقم الوحدات. رقم الوحدات 6. عدد الوحدات 56. رقم العشرات 5. عدد العشرات 5. هناك لغز هنا، حذاري. 9. رقم الوحدات 9. عدد الوحدات 9. رقم العشرات 0. عدد العشرات 0. جيد، شكرا، ارجع لمكانك. في الحقيقة أصعب مثال هو 9. 9 هذه مكتوبة 009، وبهذا يكون لها ثلاث أرقام. ثم يأتي مثال صعب آخر هو 56، هو 056، ونتعامل معه كما تعاملنا مع 413. إذن هذه المرحلة، هذا أصعب مثال أنجزناه. نرجع الآن لحل التمرين الذي قدموه لنا. أحط بالأخضر رقم العشرات. رقم العشرات هو هذا، هو العدد الثاني. وبالأحمر عدد العشرات. بالأحمر عدد العشرات هنا 5، لأنني أنزع رقم 1. عدد العشرات 17. عدد العشرات 50. أحد بالأخضر رقم الوحدات. رقم الوحدات بالأخضر. الأخضر رقم الوحدات. وبالأحمر عدد الوحدات. عدد الوحدات هو كله. الفكرة ماذا؟ ماذا قال؟ أحط بالأخضر رقم العشرات. نبحث عن الرقم الثاني. 1 2 محيط. 1 2 محيط. 1 2 محيط. الرقم الثاني، الرتبة الثانية. وبالأحمر عدد العشرات. نخلف رقم، دائما الرقم الأول نقسم على 10. نخلف رقم الأحاد، لا نجعل رقم الأحاد في العمل. رقم الأحاد 6 خارج خارج خارج. هذا تفسير بصري للعمل، طريقة أخرى للمعرفة. لاحظ أننا ننوع في الشرح. من حد الآن 5 طرق للشرح. هذه الطريقة رقم 5. قال لك أحد بالأخضر رقم العشرات. تحسب 1 2 دائرة خضراء، 1 2 دائرة خضراء، 1 2 دائرة خضراء.
بالأحمر عدد العشرات، ماذا تفعل؟ تنزع رقم الآحاد، تنزع رقم الآحاد، رقم الآحاد تنزعه، آحاد ستة تنزعه، آحاد صفر تنزعه. هذا طريقة أخرى، طريقة بصرية، ميثود فيزيوال، ميثود فيزيوال طريقة بصرية، هذه طريقة أخرى للشرح. بالنسبة لهنا أحد بالأخضر رقم الوحدات، تبحث عن الرقم الأول وتحيطه، أحيط الأول، أحيط الأول، أحيط الأول. بالنسبة للأحمر عدد الوحدات، الأحمر عدد الوحدات كل العدد، كل العدد، كل العدد. هذه طريقة بصرية، ميثود فيزيوال، طريقة بصرية للشرح، ميثود طريقة فيزيوال بصرية. هناك من يفهم بهذه الطريقة، لا بأس، ننوع في الشرح، لن نخسر شيء. بالنسبة للعمل هنا، هذا الأمر، هذا التلميذ جاوب على هذا السؤال، من هي النتيجة الصحيحة هنا؟ من هنا؟ أين هنا التشابه؟ التشابه موجود في الأولى، الأولى تشبه الأولى، إذن الأولى صحيحة. الثانية، الواحد هنا ليس داخل الأحمر، خطأ، والخمسة هنا ليس داخل الأحمر، خطأ، إذن صحيح، خطأ، خطأ. انتهى حل التمرين الأول. هناك فكرة بسيطة جدا، هذا العدد كوبي كولي، مرة، اثنان، ثلاثة، أربعة. سألوني عن عدد الوحدات، سألوني عن رقم الوحدات، أحذف هذا. سألوني عن عدد الوحدات، أتركه كما هو. سألوني عن رقم العشرات، أحذف هذا وأحذف هذا. سألوني عن عدد العشرات، أحذف هذا. بهذه البساطة، إذن هذا الشرح آخر، هناك طرق كثيرة وشروحات كثيرة، شرحت هذا بطرق كثيرة، شرحته بالتمثيل الهندسي، شرحته بالآلة الحاسبة، شرحته بطريقة الكوبي كولي، شرحته بأكثر من أربع طرق. المهم أن تعرف جواب مثل هذا، هناك طرق كثيرة حتى تعرف جواب مثل هذا. تأمل هذا العمل جيدا، لأن هذا التمرين هو الأساسي، هو الإكزرسيس دو باس، هو الذي ستعتمد عليه. إذا فهمت هذا الجزء جيدا، سيكون تمرين مثل هذا سهل جدا. إذن افهم هذا جيدا فقط، افهم هذا جيدا فقط، سيكون تمرين مثل هذا سهل جدا. انتهى التمرين الأول. التمرين الثاني، اكتب بالأرقام أو بالحروف، اكتب بالأرقام أو بالحروف. 301، 301، ثلاث من المئات، هذه فيها أربع أرقام، فيها مرتبة الآلاف، هذا خطأ، هذه 3001. هناك فكرة، هناك هذا البرنامج أونلاين 3001، 3001، 3001. هذا البرنامج يحول الأرقام إلى حروف، سأضع رابط هذا البرنامج أسفل هذا الفيديو. إذن 3001 هي الكتابة الصحيحة، هذه 301. 76، 76، هذه 67 معكوسة، 76، 6 في الآحاد، و70 سبع عشرات، هذه 6 عشرات، هذا خطأ، 67 هي المكتوبة،
لا تتوافق مع 76. إذا لو نريد 3001 هذه بالبرنامج 3001 هذه 76 76 نكتب 76 نجدها 76 76 إذن 76 بهذا الشكل. اكتب بالأرقام أو بالحروف 901 654. تستطيع التأكد من البرنامج 901 901 654 654 انتهى التمرين رقم 2. التمرين رقم 3 لون بنفس اللون الكتابات المختلفة لنفس العدد. من هي الكتابات المختلفة؟ الكتابة الرقمية، التفكيك النموذجي، الكتابة الحرفية، الكتابة الرقمية، وتوضيح مراتب الأرقام بالحروف. نعيد، من هي الكتابات المختلفة؟ الكتابة الرقمية، التفكيك النموذجي، الكتابة الحرفية، الكتابة الرقمية، وتوضيح مراتب الأرقام بالحروف. الآن لون بنفس اللون 192، هل هو 129؟ إذا هو نفس الأعداد الواحد والتسعة والاثنان، وهذا الواحد والتسعة والاثنان، هذان عددان مكونان من نفس الأرقام، لكن هل هما متساويان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما مكتوبان في الكتابة الرقمية وليسا مرتبان بنفس الترتيب. إذن هذه 129، 129، هذه 192. إذن هذا جواب خاطئ، لأن بهذا الشكل، بهذا الشكل، لأن هذا 900 وهذا 100 وهذا 100 ليس نفسه. هذه 192، هذه 192، هذه الصحيحة فقط. نأتي الآن إلى التمرين الآخر، الجزء الآخر، كيف نصحح هذا العمل؟ 192 باللون الأصفر، إذن 192 بالأصفر، 192 بالأصفر. هل هناك 192 أخرى؟ لا، لون بنفس اللون. إذن هذه 921، هل توجد 900 أخرى؟ لا، لا توجد. هذه 129، هل هناك 129 أخرى؟ نعم، 129. إذن هذا وهذا بنفس اللون. لون نفس التمرين مع أعداد أخرى، لون بنفس اللون الكتابات المختلفة لنفس العدد، نفس التمرين، هذه 272،
هل هناك 200 أخرى؟ لا، 722. 722 نفسها. انتهى التمرين الثالث. التمرين الرابع يعتمد على هذه الملاحظة. تأمل معي هذا الجمع، 4 + 32. الأربعة أربع وحدات، 32 ثلاث أعمدة ومربعين. كيف نجمعهم؟ هذا المجموع ماذا يساوي؟ يساوي 3 أعمدة ومربعين والأربعة، 3 أعمدة هي 30، وستة مربعات صغيرة 6 وحدات هي 6 هنا. إذن عندما أجمع 4 و 32 من يتأثر؟ تتأثر الوحدات من 2 تصبح 6، أو تتأثر 3 اللي هي عشرات هنا 4 وحدات، من يتأثر؟ يتأثر الأعمدة الكبيرة أو تتأثر المربعات الصغيرة؟ هذه فكرة التمرين. إذن عندما حسب 4 و 32 كيف حصل على 72؟ 4 كأنها أثرت على 3، أثرت عليها وتفاعلت معها وأصبحت 7، وهذا غير صحيح. 4 تتفاعل مع 2 وتؤثر عليها وتجمع معها فتصبح 6. إذن هذا خطأ، الصواب 6. هذا جمع الخطي، جمع الأفقي. 4 وحدات، هذه لها 4 0. هذه من هي؟ هي 0 4 + 32 تساوي 36. كيف نقول في الرياضيات؟ نقول أننا جمعنا الآحاد 4 مع الآحاد 2، أصبحت الآحاد 6، والصفر عشرات مع 3 عشرات 3 عشرات. بالنسبة لتسعة زائد 112، هناك عدة أفكار لهذا الحساب. نختار فكرة من بين الأفكار. 9 + 112 نفسها 112 + 9، الجمع تبديلي، لكن 9 هي 10 - 1. 112 + 10 تساوي 122، لأن هذه 10 ستؤثر على العشرات، لن تؤثر على المئات، وستؤثر على العشرات، ولن تؤثر على الوحدات. هذه 10 ستؤثر على العشرات، هذا 1 في العشرات يصبح 2، والناقص 1 دين. 122 ناقص 1 121. في الحقيقة هذا الكلام تحت عنوان، هو درس عنوانه جمع 9 وطرح 9، جمع 11 وطرح 11. هذا التمرين منه. عندما أجمع في 9 فإنني أجمع 10 وأنقص 1. وهناك كلام كيف أطرح 9 وكيف أجمع 11 وكيف أطرح 11. نلتزم بهذا التمرين فقط. إذن عندما أجمع عدد مع 9 فإنني أجمع هذا العدد مع 10 ثم أنقص 1. هذه قاعدة وفكرة في الحساب الخطي، هذا يسمى حساب خطي أو حساب أفقي. انتهى التمرين الرابع. نأتي الآن إلى التمرين الخامس. التمرين الخامس صفحة 23. ضع العملية ثم أجري الحساب.
508، جمع 93. نبدأ بالعملية 1. ثمانية زائد 3 تساوي 11. نحتفظ بالواحد مع الصفر مع صفر العشرات. واحد جمع 9 تساوي 10. نجعل صفر ونحتفظ بالواحد. إذن هناك خطأ. أحسنتي، نواصل. إذن الخانة الأولى، هل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل خطأ، لأنه يقول 8 زائد 3 11، يكتب الواحد ويحتفظ بالواحد. هنا ما هو الخطأ الذي فعله؟ نسي الواحد الذي احتفظ به وقال 0 زائد 9. إذن لا ننسى الاحتفاظ، عندما يقول أجل الحساب أجمع ولا أنسى الاحتفاظ. ماذا أسمي هذا؟ أسميه قاعدة من قواعد الجمع باحترام مراتب الأرقام. نواصل تأمل العمل الثاني. اصعدي للصورة. هل هذا العمل صحيح أو خطأ؟ هذا العمل صحيح. هذا العمل خطأ. هذا العمل ليس خطأ. هذا العمل خطأ. لماذا؟ لاحظي لماذا. هل تصدقين الآلة الحاسبة؟ نعم. نجرب الآلة الحاسبة. 325 325 زائد 12، هل ستساوي 445؟ لا. لماذا لا؟ قلت صحيحة. نعم. نعم. لا، 337. أين الخطأ؟ لم يجعل الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. إذن ما هو الخطأ الذي ارتكبه التلميذ هنا؟ لأن الآحاد لم يجعلها تحت الآحاد. من هو آحاد الرقم الأول؟ آحاد الرقم الأول هو 5. ومن هو آحاد الرقم الثاني؟ آحاد الرقم الثاني هو 2. هل كانت 5 تحتها 2؟ لا. وإذا لم يجعل 5 تحتها 2 سيكون هناك خطأ. إذن عرفنا سبب الخطأ. هذه العملية كذلك خاطئة. إذن العملية الأولى خطأ. لماذا؟ العملية الأولى خطأ لأنه نسي الاحتفاظ. أعيد. لأنه نسي الاحتفاظ. العملية الأولى خطأ لأنه نسي الاحتفاظ. العملية الأولى أنها خطأ لأنها نسي الاحتفاظ. أعيد. العملية الأولى جعلها خطأ لأنها نسي الاحتفاظ. العملية الأولى خطأ. العملية الأولى خطأ لأنه نسي الاحتفاظ. لأنها نسي الاحتفاظ. والعملية الثانية؟ والعملية الثانية خطأ لأنه لم يجعل الوحدات تحت الوحدات. جيد جدا. والعشرات تحت العشرات. جيد جدا. إذن من هي القاعدة الأولى؟ الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. وكلمة ضع العملية معناها ضع الأعداد بطريقة صحيحة. ضع الأعداد بطريقة صحيحة ما معناها؟ الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. جيد جدا. وبهذا العملية هذه خطأ. الآن نعمل العمل الصحيح هنا. العمل الصحيح هو 508 زائد 93. إذن نتخلص من هذه. اقرأ العدد. 508 508 جمع 93. جيد. نتخلص من هذه النتائج لأنها نتائج خاطئة. يا ترى ماذا سيساوي؟ اقرأ العدد الأول. 508 508 جمع فقط 508 فقط
خمسمائة وثمانية. هذه خمسمائة وثمانية زائد ثلاثة وتسعون. كيف أجعل؟ أجعل الزائد والخط والتساوي. وماذا أجمع؟ ثلاثة وتسعون. كيف أضع ثلاثة وتسعون؟ تحت الوحدة الآحاد. الآحاد تحت الآحاد والعشرات. والعشرات تحت العشرات. نعم، واصل يا جمع. ثمانية جمع ثلاثة تساوي إحدى عشر. نحتفظ بالواحد. نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. واصلي. واحد جمع تسعة يساوي عشرة. نحتفظ بالواحد. نكتب الصفر. نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد. ثم ستة جمع تسعة تساوي لا لا نجمع تسعة. هنا صفر. هنا يوجد صفر. هنا يوجد صفر. هناك صفر. هنا صفر. نقول ستة زائد صفر. ستة جمع صفر تساوي ستة. ستة. إذن هذا العدد فيه ثلاث أرقام. هذا العدد فيه ثلاث أرقام. هو كذلك فيه ثلاث أرقام. هذا العدد هو كذلك فيه ثلاث أرقام، لكن الرقم الثالث هو صفر. نقول ستة زائد صفر. ستة زائد صفر تساوي ستة. نجرب الحاسبة. نجرب الحاسبة. خمسمائة وثمانية زائد ثلاثة وتسعون. ستمائة وواحد. نواصل مع العملية الأخرى. ثلاثمائة وخمسة وعشرون جمع اثنا عشر. إذن أول شيء نضع الأعداد بالطريقة الصحيحة. الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات. ونضع الزائد ورمز تساوي والخط. هذه قاعدة من قواعد الجمع عموديا. وننقل العدد الآخر. الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات. نعم، اسعد الصبورة. خمسة زائد اثنين سبعة. اثنين زائد واحد ثلاثة. ثلاثة زائد لا شيء ثلاثة. ثلاثمائة وسبعة وثلاثون. هل تصدق هذه النتيجة؟ نعم، لنتأكد بالآلة الحاسبة. نجرب. ثلاثمائة وخمسة وعشرون زائد اثنى عشر. ثلاثمائة وسبعة وثلاثون. إذن العملية صحيحة. أحسنت. مئة وثلاثة وتسعون زائد خمسة وعشرون. مئة وثلاثة وتسعون زائد خمسة وعشرون. ثلاثة زائد خمسة ثمانية. أضع الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. أين هي المئات في العدد الثاني؟ لا أدري. المئات هي الصفر. المئات هي الصفر. هي صفر مئة. لا شيء، هو الصفر. خمسة وعشرون فيها صفر مئات. نعم. نعم. ثلاثة زائد خمسة ثمانية. تسعة زائد اثنان احدى عشر. نضع الواحد ونحتفظ بالواحد. اثنين زائد لا شيء تبقى اثنان. العملية التالية. خمسة زائد ثمانية. خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر. نحتفظ بالواحد. صفر زائد واحد زائد ثلاثة أربعة. أربعة زائد لا شيء أربعة. جيد، شكرا. إذن انتهت الصفحة رقم 23، وهذا هو الجواب النهائي. هناك قواعد: الأحاد تحت الأحاد والاحتفاظ وهذه العمليات. انتهت الصفحة.